السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي اخواني واهلا وسهلا بكم. نرجع لكم بعد فترة غياب، اما كنا مشغولين في تخصص الموسيقى والبحوث الموسيقية. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والغناء العربي في معهد الموسيقى في بغداد. اشرب بكم وارحب بكم اجمل ترحيب. واليوم احنا عندنا اغنيه بسبب طلبات الاخوان الاعزاء اللي هم دائما يركزون على قضيه الاغنيه العراقيه ويحبون، طبعا اخواننا في العراق وفي دول الخليج والوطن العربي الاعزاء اللي هم دائما يحبون ان يتعلمون النوته الموسيقيه للاغاني العراقيه. احب انوه اول بدايه الى انه دوراتنا الموسيقية مفتوحة في تعلم العود والغناء العربي اللي هي 8 محاضرات شهريا تكون عندك دورات. تحب العود، تحب انه طريقة الغناء وتطوير الغناء ايضا، يعني اما عود اما غناء، وهي بسعر مناسب ورقم الهاتف موجود اسفل الفيديو. طبعا هذه الدورات بطريقة اكاديمية تتعلمها بطريقة سهلة وبصورة مبسطة وأونلاين. عندنا الأغنية اللي لاحظها أمامكم من مقام الكردي اللي هي لماجد المهندس. هذه الأغنية اللي هي مقام الكرد على الري، واللاحظ سي بيمول مي بيمول ثم الميزان 2/4. فالكلمات شو تقول؟ او قبل الكلمات، احنا ما نقول الكلمات، نطلع دايركت مباشره على النوت الموسيقيه حتى تقدرون تعزفوها، اللي هي تقول ري مي فا صال لا صال صال فا صال صال صال. اعيد لكم اياها مره ثانيه، ري مي فا صال لا صال صال فا صال 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 فا فا مي. ننتقل للسطر الثاني، صال فا فا مي صال فا فا مي مي ري. اوكي، ايقاع هنا راح يصير وراها راح يختلف، يصير ايقاع تشوبي. فايقاع تشوبي راح شو يصير عندنا؟ ري مي فا ري مي دو ري ري، ونعيد ري مي فا ري مي دو ري ري. اوكي، هاي تنعاد سي سي، نو بنصعد الى سي 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 ري 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 دو دو سي سي لا لا صال صال فا مي صال فا فا مي صال فا فا مي مي ر ر. نعيده سي 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 ر ر ر دو 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 سي 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 لا 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 صال فا مي صال فا فا مي صال فا فا مي مي ر ر. اذا انت عندك الموضوع، انت عندك موضوع النوطي، راح ندخل دايركت وين؟ مباشره على قضيه العزف وبالعود اللي هي انت لازم تعزفها وتتمرن عليها بالقضية اللي لاحظها امامكم واللي هي راح تصير كالتالي. راح تصير هنا عندنا ري مي فا صل لا صل صل فا صل، تدرسها في الداش صل صل فا فا مي صل فا فا مي صل فا فا مي مي ري، وهكذا مع الصولفيج اللي موجود واللي قريت لكم اياه. تكررون وتعيدون اكثر من مره حتى يكون عندنا انه تحفظ النوته جيدا. وانا اتمنى انه اول بدايه تحفظ النوته ثم ترجع تمرن نفسك. وطبعا هذه كان درسنا اليوم، واشرف لاسئلتكم واي شيء حاضر، ولا تنسون الاشتراك بالدورات الموسيقيه سواء كان دراسه غناء او موسيقى، وجاهزين لاي سؤال. مثل ما تعرفون
انه دروس الدورات تختلف قضيتها عن قضية اليوتيوب. ليش؟ لانه تكون تفاصيل اكثر واسئلة اكثر واندماج اكثر بتعلم النوت الموسيقية وتعلم ايضا اصول العود، واهم شيء ميزان والايقاع اللي كثير من الطلبة يسألون عليه. تحياتي لكم ومع السلامة، لا تنسون اللايك والاشتراك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.